سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنقول تعويذة أو عوزة للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام قالها يوم وادي القرى، اللي هي غزوة وادي القرى. كانت هذه الغزوة بين المسلمين واليهود، وطبعا بفضل الله سبحانه وتعالى المسلمين انتصروا على اليهود. فكانت دي العوزة للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام في يوم غزوة وادي القرى. هي التعويذة دي يقال إنها بتصلح لكل شيء، حتى اللي يكتبها ويعلقها كانت له أمان، وكان إن شاء الله يصبح في أمان كده وفي كنف الله وفي حجاب من الله سبحانه وتعالى وفي عز ومنعة، وكانت الملائكة تحفظه. فدي يا جماعة تعويذة عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، أو دعاء النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قاله يوم الغزوة وادي القرى. فاللي حابب يقوله مفيش أي مشكلة، واللي مش حابب مفيش أي مشكلة برضو، أو هيسمع الدعاء ومنه برضو يعني يذكر ربنا ويصلي على سيدنا النبي، وإن شاء الله كده ربنا يتقبل مننا جميعا صالح الأعمال وصالح الأدعية إن شاء الله. يلا هنبدأ العوزة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. هو الله الذي لا إله إلا هو إلها واحدا أحدا فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وهو الله الذي لا يعرف له سمي، وهو الرجاء والمرتجى والملتجى، وإليه المشتكى ومنه الفرج والرجاء. وأسألك يا الله بحق هذه الأسماء الجليلة الرفيعة عندك، العالية المنيعة، التي اخترتها لنفسك واختصصتها لذكرك، ومنعتها جميع خلقك وأفرضتها عن كل شيء دونك، وجعلتها دليلة عليك وسببا إليك، فهي أعظم الأشياء وأجل الأقسام وأفخر الأشياء وأكبر العزائم وأوفق الدعائم، لا ترد داعيك بها ولا تخيب راجيك، والمتوسل إليك ولا يذل من اعتمد عليك، ولا يضام من لجأ إليك، ولا يفتقر سائلك، ولا ينقطع رجاء مؤملك، ولا تغفر ذمته ولا تضيع حرمته. فيا من لا يعان ولا يضام ولا يغالب ولا ينازع ولا يقاوم، اغفر لي ذنوبي كلها واصلح شؤوني كلها، واكفني في الدنيا والآخرة، وعافني في الدنيا والآخرة، واحفظني في الدنيا والآخرة، واسترني في الدنيا والآخرة، وقرب جواري منك، فأنت الله لا إله إلا أنت، باسمك الجليل العظيم توسلت وبه تعلقت وعليه اعتمدت، وهو العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ولا تخفر ذمتي، ولا ترد مسألتي، ولا تحجب دعوتي، ولا تنقص رغبتي، وارحم ذلي وتضرعي وفقري وفاقتي، فما لي رجاء غيرك ولا أمل سواك،
ولا حافظ إلا أنت يا الله 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 لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا إله غيرك. أنت رب الأرباب ومالك الرقاب وصاحب العفو والعقاب. أسألك بالربوبية التي انفردت بها أن تعتقني من النار بقدرتك وتدخلني الجنة برحمتك وتجعلني من الفائزين عندك. اللهم احجبني بسترك واسترني بعزك واكنفني بحفظك واحفظني بحرزك واحرزني في أمنك وعصمني بحياطتك وحطني بعزك وامنع مني بقوتك وكوني بسلطانك ولا تسلط علي عدوا بجودك وكرمك، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما تنسونيش من صالح دعائكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الدعاء. وما تنسوش ان ده كان دعاء النبي عليه افضل الصلاة والسلام يوم غزوة وادي القرى. وزي ما قلنا في اول الفيديو، هي كانت غزوة بين المسلمين واليهود، والحمد لله وبفضل الله تم انتصار المسلمين على اليهود. السلام عليكم.